للمزيد ينضم إلينا من دبي السيد أنس مرعي، الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي والمدير التنفيذي لشركة سوشيال. وأرحب عبر زوم ينضم إلينا من دبي. معنا هنا في الاستوديو أنس المرعي متخصص في التكنولوجيا وسوشيال ميديا. أهلا بك سيد أنس معنا. التطوير اللي حدث قبل ساعة من الآن هو تعديلات بسيطة على النسخة القديمة، يعني كمان جزء من الأشياء اللي اتطورت فيها هاي الأعمال الخاصية اللي بتخص الألعاب. الميديا امبارح لبستها هيك وجربتها على انستغرام. هاي المنصات موجودة في العالم الغربي، العالم الغربي يحكم قوانين وأعراف وأخلاق غير اللي تحكمنا وليست في اتجاهنا. يعني على جميع الأحوال نحن ما راح نكون المستفيد الأول أو الأخير من هاي. كمان جزء من الأشياء اللي اتطورت فيها هاي الأعمال الخاصية اللي بتخص الألعاب والصحة، يعني هاي تغييرات لها علاقة في الهوية البصرية وفي اسم الشركة وفي تموضع الشركة. شخصية معروفة، كان هناك عدة حسابات قد ينشئها الناس بحسن نية أو بسوء نية على الأغلب. لا بس في بوستات أنه لازم تكون للأصدقاء فقط. تمام، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وأنهيناها يعني بخصوصية. شكرا جزيلا لك أنس المرعي المتخصص في التكنولوجيا والسوشيال ميديا، للقاءات أخرى إن شاء الله لاحقا.